كانوا كبار بالتجرمين وجروبات. طلع الدائرة وطلع كابوس واقف. انزل على الدور اللي على يمين اثناء لا كوكا كتير. دخل السيارة فوق. ما هو بقول لك هو رب ماشي. بيظلوا متأكد، بيظلوا خايفين من السلا البرد بتاعك طلع منه. فرجعني لما يذبحوا بعض كور. آخ ما سطلت أنا. أنا وصلوا بعد اللعبة. وطلع الدائرة أنت. مرقنا عنهم، طخوا على محمود وكيع، فوكس الهبيلي كان موقف. فتبلونا الأربعة فوق قدامنا، هم في السيارة خطخونا. هو فوكس بيفهم شي ما السطل بس بيمشي. انا الانمي اذا هيد حطيتها على البراكس عشان يروح على البراكس. طلعوا في ناس اخرى قدامنا فاجت عليهم مره واحده. لا انا كفت على البراكس والله يروح. انتبهت على اشارته. الدار صار ما اعتقدش لسه 28 ضايل. شو اللي راح خمسة طيب يلا ولاش. في النص انت قلت خزوك خليه والله في البرج. يا بابا عندي صحي بدري يا الله. سبعة وربع راح اوصل اختي وبنت اخوي. هاجلة الخرا خلنا نطلع الرخصة. أنا مش لو ضليت حمار أفلي. بقول شو اللي خلانا نطلعها. على الدور نرش حوالين الدور. ثلاثة اثنين لفة الباب الوراني قتلونا. اروح اسوي واحد يا رب واحد من
انا بدي واحد يجي على البرج عشان تفرمه وتغير محلك جميعه. بس معك ثواني عشان تلوت، بس يعني بدك تبقى نافذ. أخذن مني بقى معي اثنين. لا هدول هاي تجيبها يا دوب. روب روح روح على الغرفة الصغيرة، اسحب على الغرفة الصغيرة، اسحب يلفوا حواليه عشان يعرف فيش ولا لا. اسحب على الغرفة الصغيرة، اذا طلع على البرج بيقتلوا. وعليك من وين مكانك خليل؟ رب اللي هان اهرب. الله اهرب وين الله بيأثر لك يا عبي دم، عبي دم بسرعة جاتم وراك لسه على السيارة يا خليل. ليش رجعت؟ السيارة اللي تحت تضرب على السيارة اللي تحت على الشارع. والله نافي يعني. بقول لك اضرب على السيارة هاي تجيب باب. طب خلي النفد من الله. هاي من وراك وراك وراك. خوف استنجد واهرب على السيارة. خذ جميعهم بدون سؤال جميعهم. لو انك ما تعذب عرب تشرب. لا والله عم تجيب اللي في الواد، تروح تروح وتضل نافذ.